بوزارة العدل للتنديد بعدم محاكمة الجناه والإفراج عن بعضهم وعدم ضبط بقية المتورطين في هذه القضية باعتبارها جريمة إرهابية دولية دون تحقيق أي عدالة للضحايا. وفيما جدد المحتجون المطالبة بالعدالة وسرعة محاكمة الجناه، اعترف وزير العدل لأهالي الشهداء بعجزه عن تحريك ملف القضية. الثالث من يونيو 2011، أول جمعة من شهر رجب الحرام، أصيب المجتمع اليمني والدولي بتلك الفاجعة الإرهابية المؤلمة التي لم يسكن أنينها حتى اليوم، أو حتى يتلاشى فعلها وتأثيرها على المستهدفين في بيت من بيوت الله. نحن في اليوم الأول من شهر رجب المحرم، اليوم الذي لطف الله فيه باليمن واليمنيين، حيث قام المجرمون القتلة البغاة بارتكاب أبشع جريمة في التاريخ، وهي تفجير مسجد دار الرئاسة وقتل عباد الله في الشهر الحرام وفي أول جمعة من شهر رجب. وهذه الجريمة لم تحدث في عصر الجاهلية. مسجد دار الرئاسة ذكرى مؤلمة وموجعة وجريمة إرهابية بكل المقاييس، وقد تعامل معها المجتمع الدولي على هذا الأساس، ولا يمكن لأي اتفاق أو تسوية أو غيرها إلغاء ذلك الحق أو مصادرته من أولياء دم المجن عليهم من الجرحى والشهداء من أفراد الحرس الجمهوري وقيادات الدولة الوطنيين. لم نوجد في هذا اليوم إلا نتيجة للإهمال وعدم المبالاة الذي وجدت في النيابة العامة ووزارة العدل والدولة بكلها بأكملها. أنا شخصيا أوجه النداء إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، الرئيس التوافقي الذي جميعنا اخترناه لكي يكون عادلا في كل أموره. قضية ما جامع شهداء جامع النهدين وجرحى نهدين لا تتحرك كالماء الراكد، لماذا؟ ما هو السبب؟ مشروع انقلابي حاول البعض من خلاله التخلص من الرئيس السابق علي عبد الله صالح وقيادات دولته في أزمة لم يشهد لها اليمن مثيلا، وما زالت آثارها تتصدر المشهد. وكان الرئيس السابق أول من دعا إلى لم الشمل وإعادة الجميع إلى جادة العقل والصواب وطاولة الحوار، وحرص على حقن الدماء والحفاظ على أرواح الأبرياء الذين كانوا وقودا لحرب انتقامية حاقدة، وتجنيب البلاد والعباد أعمال القتل والدمار والتخريب والعنف. الجهات القضائية لم تحرز أي تقدم ملحوظ قد يسهم في كشف ملابسات هذه الجريمة الشنعاء، وهو ما دفع بأهالي جرحى وأسر شهداء الجريمة إلى الخروج بمسيرة حاشدة إلى مكتب النائب العام للمطالبة بمحاكمة المتورطين، واحتجاجا على عرقلة استكمال الإجراءات القضائية في تلك الجريمة الإرهابية البشعة. نحن من جرحى جامع الرئاسة، وإلى الآن أنا كجريح لا أعرف إلى أين وصلت القضية، وسمعت في آخر أيام أنه يريدوا أن يتقوا المتهمين في القضية، وأنهم نصبوا خيمة باب النائب العام لإطلاق المتهمين. أقول للنائب العام إذا كان لهم حقوق فلنا حقوق نحن الجرحى والضحية، فأين الحقوق في ظل دولة النظام والقانون؟ وتأتي المسيرة التي انطلقت من ميدان السبعين وصولا إلى مقر وزارة العدل، تأتي تعبيرا عن رفض الجرحى وأسر الشهداء لسياسة المماطلة والتباطؤ في إجراءات محاكمة المتورطين في الجريمة، وتأكيدا على تمسكهم بالقصاص الشرعي والعادل بحق الجناه، كون التلكؤ في إحالة المتورطين في الجريمة يعتبر تسترا على الإرهابي والإرهابيين. ولعل الفوضى في تفاصيل الخطة المحكمة التي نفذت لارتكاب هذه الجريمة البشعة وجريمة السبعين وغيرهما من الجرائم تكشف الكثير من الدلائل والقرائن التي تعيد إلى الأذهان علاقة خفافيش الظلام بثورة الفوضى والمطالبة بالاستيلاء على السلطة. وفيما يجري الالتفاف على قضية النهدين بذريعة الوفاق أو التسوية والمصالحة الوطنية، إلا أن أهالي الجرحى وأسر الشهداء ومعهم الملايين من اليمنيين سيظلون صامدون للمطالبة بالعدل وتقديم الجناة إلى المحاكمة والقصاص، مهما حاول المتآمرون اليوم تزوير التاريخ بطرق انتهازية مختلفة تحكمها رغبات ثأرية ونوازع انتقامية معروفة. أمهل مجلس النواب حكومة الوفاق 4 أيام لتسليم المتهمين بالاعتداء على النائب أحمد سيف حاشد والجرحى المعتصمين أمام مبنى